أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام في مسابقة عقاب الإبداع المسرحي، وعلى بركة الله نفتتح الندوة التطبيقية الثانية بهذه المسابقة، وهي لعرض مسرحية تقوم لنادي طيبة المسرحي بجامعة طيبة، وهي من تمثيل رامي خليل، عبد الرحمن أبو الخير، عبد الله الخدعمي، عبد العزيز الأمير، وعبد الله الشهري. سينوغرافيا عبد الله الشمري. سينوغرافيا يوسف القايدي. فن الصوتيات فهد سلاية. إخراج تصويري خالد الزروق. مساعد مخرج إبراهيم عسيري. خدمات إنتاجية محمد عناني. إدارة إنتاج محمد العوفي. وإشراف عام بشير العويني. مسرحية تقوم هي من تأليف وإخراج الأستاذ فهد الأسمر، مواليد المدينة المنورة 1970 ميلادي، خريج مسرح جامعة الملك سعود، بكالوريوس تربية من كلية التربية بجامعة الملك سعود، يعمل معلم في تعليم المدينة المنورة، مشرف لجنة المسرح بجمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة، شارك في العديد من الأعمال المسرحية كممثل ومخرج ومؤلف، شارك في لجنة تحكيم النصوص في مهرجان الفرق الأهلية المقام في الرياض 2012 ميلادي، وشارك في عدة مهرجانات محلية ودولية. أيضا له أو حقق العديد من الجوائز، أهمها جائزة أفضل مخرج في مهرجان الشباب والذي يقيم في كلية إعداد المعلمين في المدينة المنورة 1427، وجائزة أفضل عرض متكامل في مهرجان الطفل الأول في الرياض، جائزة أفضل إخراج في مهرجان الطفل الثاني في الرياض عن مسرحية سر الصندوق، جائزة أفضل إخراج في مسرح في مهرجان المسرح الحر في السودان عام 2016، جائزة أفضل نص مناصفة في مهرجان عيد طيبة المسرحي، وجائزة أفضل عرض مناصفة في مسابقة الدمام لمسرح الطفل. وسيقدم القراءة النقدية لهذا العرض الأستاذ أحمد إبراهيم السروي، مخرج مسرحي، كتب العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية، له العديد من الأعمال المسرحية، رئيس النشاط الثقافي في تعليم عسير، مدير جمعية الثقافة والفنون بأبها. في البدء نستمع إلى القراءة النقدية التي سيقدمها الأستاذ أحمد، ومن ثم نفتح باب المداخلات. أولاً مساء الخير للجميع، وأسعد الله مساءكم بالمسرح. والحقيقة لا بد قبل أن نغادر هذا المكان أن نقول شكراً الحقيقة لإدارة سوق عكاظ على إضافة وفتح هذه النافذة المتعلقة بمسابقة عكاظ للإبداع المسرحي، والشكر أيضا للأصدقاء في جمعية الثقافة والفنون بالطائف على حسن الاستضافة وهذا التوفيق الجميل. بالتأكيد نحن الحقيقة في هذا المساء وفي المساءات أيضا القادمة، وخاصة فيما يتعلق بالقراءات النقدية، سنكون في حالة مثاقفة، وأعتقد أن المثاقفة ما بيننا وما بين من يكون جالسا أمامنا، نحن نكون ربما مجموعة من المعارف، وأعتقد أن الجانب المعرفي والتثقيفي بالتأكيد هو هام. لذلك أنا أتصور أن هذه الورش الحقيقية هي هامة بكل ما تعنيه الكلمة. الحقيقة شكرا أيضا للأصدقاء في فرقة طيبة المسرحية لجامعة طيبة على هذا العرض الذي قدم في هذا المساء، ومؤكد أن حضور هذا العرض وتقديمه في أول دورة أنا أتصور أن هذا بحد ذاته يعني يعتبر منجز يضاف لهذه الفرقة. أتمنى الحقيقة بالتأكيد الفرقة في قادم الأيام عروض أجمل وأروع كجمالهم مؤكد. وطبعا أنا قرأت النص قراءة بسيطة جدا، وبداية سأركز على النص وقراءتي له. احموا رؤوسكم بهذه العبارة التي ربما كاتب النص والمخرج هي العبارة التي حملت رسالة هذا العمل المسرحي، المسرحية التقوم لفريق طيب المسرح. هذه العبارة البسيطة
بتركيبها اللغوي والأسلوبي التي أراد لها كاتب النص أن تكون محملة بالكثير من الدلائل والإشارات لثقافة هذه المجموعة التي أدت هذا العمل. مسرحية ثقوب أراد لها الكاتب المخرج الزميل الأستاذ فهد الأسبر أن ينقلنا من ألم الواقع إلى عالم الرمز البسيط جدا. فمكان الأحداث كان يشيء حقيقة بأنه مكان زنزانة، مكان رفث، معتقل إلى آخر. كانت حالات التمرد والأزمات الإنسانية مسلمات اعتمدها كاتب النص دون الولوج إلى الحكاية، بل لم يتجاوز ذلك في كثير من مفصليات هذا العمل. كانت معظم حوارات هذا النص تشيء بشيء من الرتابة والمبالغة والاستجداء والتكرارية. لم نتموضع نحن ونحن في النظارة، لم نتموضع مع هذه الحوارات، لم نتموضع أيضا مع بناء درامي وإيقاع يرتفع بنا عاليا. الصراع أيضا لم يكن بشكل معمق ويتنامى بتنامي العمل المسرحي، لأن العمل المسرحي في الأساس هو فعل ليست جمل تكتب. لذلك كان هذه من ضمن الإشكاليات التي وقع فيها هذا العمل. افتقدنا الحقيقة في كثير من الأحيان لحظة المتعة واللذة والتي كنا نغومها جميعا. لفت نظري الحقيقة في قراءتي للنص المكتوب عن كثير من الهمات اللغوية والأسلوبية والإبلاغية بل والطباعية بحسب النص الذي وصلني، وباعتقادي أن هذا الأمر غير مقبول، وربما أعود لأسأل عن سيرورة هذا العمل منذ لحظة الظروف الأولى مع فريق العمل، وكيف تم السماح بمرور هذه الهمات. شاهدنا الحقيقة في بداية العمل مشهد البانتو مايل أو المشهد البصري اللي تشكل من كتلتين في هذا الفضاء وفي هذا الفراغ، وحالة التشظي التي حصلت حينما انطلقت الشخصية الرئيسية وتشظت بالتالي هذه المجموعات. وهنا أتساءل، ألم يكن من الأجدى أن يكون المشهد الأول والمشهد الثاني متصلا؟ وهل كانت حقيقة لحظة الفصل والبلاك هل كانت هامة أم لا؟ لكنني على المستوى الشخصي أرى أنها ليست لم تضف للعمل، بل جعلته في أضعف هذه الجزئية بشكل كبير. الحقيقة على مستوى الممثلين كانت الأصوات منخفضة تماما، بل أن في بعض الأحيان لم أكاد أسمع بعض أصوات الممثلين. مخارج الحروف والعلاقة التي بين الممثل وبين من هم في النظارة هو الصوت، صوت الممثل هو الأداة الرئيسة وهو العامل الأول. كانت مخارج الحروف بالنسبة معظم الممثلين ليس بمستوى الحدث. التلوين أيضا والإحساس، ربما أن هذه من ضمن الهمات التي وقعت أو وقع فيها المخرج. كنا نسير برتابة معينة وبسرعة واحدة، كنا نحتاج أن نخفض وأن نرفع وأن نتقدم، وهذا ربما يعود إلى أهمية التدريب الخاص بالصوت للممثلين. في بعض الأحيان كنا الحقيقة
أمام بعض المشهديات التي أشبهها بمجموعة من اللوحات الإلقائية، هذا يلقي وهذا يلقي، كان الأداء يعتمد على الإلقائية ولم يعتمد على المسرح كفعل حقيقي. حركة الممثلين على مستوى المجاميع ربما أنها كانت تكرر نفسها في كثير من الحالات، وخاصة في منطقة الوسط وفي منطقة يسار المسرح ويمين المسرح. حركة الشخصية الرئيسية، أنا أريد أن أتساءل لماذا ركزت هذه الشخصية الرئيسية على مستويين وتركت الخمس مستويات، على الرغم من هذه الخمس مستويات كانت ربما أنه قصد كاتب النص أنه قصد أنها خمس مناطق وخمس توجهات وما إلى ذلك، لكن هذه الشخصية التي كانت تربط وكانت تريد أن تجمع هذه الشخوص إلى مربع حواري نتفق عليه، كانت هذه الشخصية تتجه إلى مستويين. الإضاءة، أسأل لماذا الإضاءة من الخلف؟ بالتأكيد هناك الحقيقة شغل رأيناه في بعض مفصليات العمل كان جيدا، لكن كانت هناك إضاءات من الخلف لم تكن تعطي لنا الرياكشن الخاص بوجوه الممثلين. كنت أريد أن أرى ردة الفعل على هؤلاء الممثلين، وخاصة في بعض جزئيات العمل. تكررت الحقيقة كلمة عفن 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 ربما أكثر من 7 أو 8 مرات في القاموس، كلمات كثيرة مقاربة لهذه الكلمة. أعتقد أنه كان ربما يمكن أن يستعاض عنها بكلمات أخرى. تكرار مشاهد الفزع والخوف، هذا في بعض الأحيان كان فيه استجداء وكان أيضا يكرر نفسه. إينشتاين مثلا لما قالوا عرف الجنون، قال الجنون أن تعمل بنفس الطريقة وتنتظر نتائج مختلفة. فبالتالي أنا أعتقد أن هذه اللحظة كانت تحتاج إلى الاشتغال على الصورة بشكل أكبر والحركة بشكل أفضل. الحقيقة أنا ما بين أنا أعرف أنه فهد له تجربة جميلة وتجربة حقيقة في غير مكان، يعني كان يقدم نفسه كمخرج. أعرف فهد في هذا العمل ربما وقع ما بين مأزق أن يكون كاتبا ومخرجا، ربما أن المسار بالنسبة له كان مسارا واحدا والرؤية رؤية واحدة، وبالتالي وجد نفسه في مربع معين. أشكر له وأشكر لفريق العمل الذي قدم هذا العرض المسرحي، تحياتي لكم وشكرا أيضا لحسن الإصغاء ومساءكم مسرح. نشكر الأستاذ أحمد السروي على هذه القراءة، والآن نفتح باب المداخلات للحضور. أعلم بنفسك لازم الدكتور سيد علي اسماعيل استاذ المسرح العربي بجامعة حلوان بخصوص ما راينا وما سمعناه هو عباره عن نص لا يعد نصا مسرحيا بالمفهوم الدراماتيكي الطبيعي، قصه في عند صراع في عند حل وما الى اخره. النص المكتوب من وجهة نظري هو حالة من المسرح التسجيلي الذي يسجل قضية الكل يعيشها. من الواضح جدا ان العرض بيتحدث عن خلفيش الظلام وما الى اخره من داعش ومن تفجيرات ومن كل الشيء اللي بنقدر يتلاعب بعقول شبابنا، والنقطة الموجودة فكرة الثقوب، اي الثقوب في عقل الانسان يستطيع خربيش الظلام ان هم يخترقوا عقلية الانسان او الشاب من خلال هذا الامر. وبالتالي
لم يكن مطلوبا من استاذ فهد انه يقدم لي قصه طبيعيه. لا، هو عاوز يركز على من وجهه نظري على عبارات وعلى مواقف معينه بيسجل بيها الحاجه اللي العالم العربي كله بيعيشها في الوقت الحالي. النقطه الجميله جدا ان فهد الاسمر المخرج تفوق على فهد الاسمر المؤلف. الاخراج حقيقه كان فيه نقاط لابد ان احنا نقف عندها. فكره بدايه الامر او بدايه العرض من وجود شفافيش ظلام بالوانها الحمراء وكانها شياطين تقف على استنداد او تقف على القوالب الموجوده او المربعات والمسطرات الموجوده، ده في البدايه وكانك تلهم السطوه، ولكن في نهايه العرض المساله كانت مختلفه، ان الشباب هم الذين قبلوا هذا المكان ومصرين على ان يفوزوا او ينتصروا على هذه الكرابيش. مهم جدا رسالة العرض انها تصل للناس، البداية كانت ثم النهاية كانت. نأتي ايضا الى نقطة مهمة في البداية، وكأن خفافيش الظلام بتحاول انها تقصو او تمسك بالشاب. الشاب دائما يفلت، يعني ما في موقف حدث وان خفافيش الظلام دول استطاعوا انهم يمسكوا الشاب، ودي نقطة في امل ان مهما كان لا يمكن ان خفافيش الظلام هتنتصر على العرب او على الشباب أو على الأمة العربية أو الأمة الإسلامية مهما كان. نقطة أيضاً كانت جيدة في الأمر فكرة التلاعب بالإضاءة. أولاً إحنا في الصراع والخوف والضرب وما إلى آخره لم نجد خفاش من الظلام أو شيطان أو ما إلى آخره، كل شيء إحنا بنتخيله. والنقطة طبعاً احموا رؤوسكم أي احموا الأفكار، إحنا بنتصارع مع أفكار. فكرة الإضاءة اللي جاءت من الخلف كانت من أروع المناطق اللي موجودة في العرض. لسبب بسيط ان الاضاءه كانت من الخلف، ولكن في اضاءه بسيطه قوي على الوجه المظلم، وكان الناس ما ذلك ما بين الاضاءه او بين النور وبين الظلام. يقف الشباب في منطقه محيط بين النور والظلام. الحديث هنا هل نلجا لهذا او نلجا لذاك؟ النقطه الاخيره اللي عجبتني جدا فكره الازياء. لو نلاحظ ان ازياء الشباب كلهم ازياء انا متهيألي انها مدرسة متوسطة، مدرسة ثانوي، يعني مش شباب، وكأن اهتموا جدا بطلاب المدارس، اهتموا جدا بطلاب المدارس المتوسطة والمراهقين من الأفكار الهدامة. وشكرا. دكتور منصور حافي، كلية الآداب جامعة القاهرة. أولا حي للشباب وحي المخرج اللي قاوم بالعمل والكاتب. واليوم حتى بس خفف عليهم الجلسه النقديه، الجلسه النقديه هي الحجاره التي يعني ستصعدون ان شاء الله عليها للنجوم. اليوم انتم اديتوا عمل، واتمنى انكم تاخذون اليوم النقد الايجابي والسلبي، مش سلبي، النقد الايجابي والمآخذ على العمل بالموضوعيه، وانه هذه الامور راح تعطيكم مجال أكبر للعمل المسرحي الإبداعي الأكبر. القضية يعني أنا ما كنت أبغى أعلق، لكن حينما وجدت أن احتجت أن أقف حتى أدير دفة الحوار حتى لا يعني يكون هناك تعليقات لشرح النص أو شرح المسرحية، فلندع الكل يفهم العمل بما يريد. ولكن هناك إشكالية أنا وجدتها في النص أكثر من إشكالية العمل. النص يحمل إشكاليات كبيرة جدا، لا يوجد خط درامي كبير يعني أو خط درامي يربط النص من أوله لآخره. أنت تقريبا حتى قلت ما بقى دكتور أحمد أي كلام، لأن أتفق معك في قضية النص تماما. النص يحتاج إلى معالجة يعني قبل العرض، يحتاج إلى معالجة في قضية كيف أربط المتلقي من لحظة البداية إلى النهاية. حينما أريد أن أعرض رؤية لابد أن تكون هذه الرؤية منسجمة مع خط الدرامي. خط الدرامي هو أساس العمل. حينما أعرض عدة رؤى، اليوم أنا شاهدت عدة رؤى، ولكن كل رؤية قد يعني مختلفة عن الأخرى. أيضا هناك حالة الزمن الموجودة التي منعدمة، حالة زمن منعدمة أعدمت لي المنطقية في العمل، بحيث أن أنا ما أعرف أين بدأ ومن انتهى وكم جلس. هذه أمور فتعطيني أنا بعض الإجابات. اللي أنا حتى برضو أني يعني ألفت النظر إليه قضية استخدام الميوزك، الميوزك الموجود في أي عمل لا
لابد أن يخرج من داخل هذا العمل ويكون هذا يكون يعني حتى أغنية المشاعر توقع أن محمد علي عازف محمد علي اليوم توقع يعني حولت العمل من عمل مسرحي إلى عمل حتى انتقل العمل من المسرحية إلى الخطابية مباشرة بعد هذا الميوزك وكأن أنه لابد أن أنا أحول العمل كامل على هذه الموسيقى. أغنية يعني هذه الموسيقى لها يعني قصة أخرى ولها يعني لها يعني منطقية أخرى ولها يعني ما في يعني any reasons يعني لأي يعني step بعد يعني أنا قاعد أتابع. لذلك أنا أقول يعني هذه الأمور قد تعيد المخرج والكاتب إلى قضية معالجة النص أولا ومعالجة الأداء ثانيا. التنغيم كان مفقود جدا وكانت العبارة عن كتل موجودة ما بينها أي هارموني داخل المسرح. أتمنى لكم التوفيق وشكرا. نحن المداخلة يا شباب فضل. مساء الخير جمال لهم الكويت. أنا أشكر إدارة سوق عكاظ على تحت الفرصة لنا لمشاهدة هذه العروض وهذه الإبداعات من الشباب المبدع إن شاء الله مستقبلا ونشوف ما خشبة المسرح السعودي. أنا طبعا شدني شيء بسيط جدا هي الموسيقى كانت جميلة وكان متفوق الشاب اللي قدم الموسيقى في هذا العمل وكان متناقل مع الموسيقى. أيضا شدني أيضا تفوق الأستاذ سعد كمخرج عن النص والأخوان كنص يحتاج إلى إعادة وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في القادم من الأيام وكل عام وأنتم بخير. شكرا. شكرا. في مداخلة ولا نسمع التي مع الأستاذ بعد؟ في مداخلة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء أبارك للمسرحيين مسابقة عكاظ إبداع المسرحي ونتقدم بالشكر الجزيل للمنظمين بسوق عكاظ لإتاحة الفرصة للمسرح والمسرحيين. لكن لجنة السكن ما أشكرها. بداية يعني نادي المسرح في جامعة الطيبة نادي وليد هذه أول سنة له وكانت كتجربة ميلاد أو ولادة النادي بجهود فردية من الشباب أديهم العافية قدموا أول تجاربهم المسرحية طبعا كلهم مستقبلين على الفنان رانا خديجة أبدعوا ما قصروا قدم لهم بالشكر وأشكرهم واحد واحد من الجميع من بداية حبيبنا يوسف القايدي صديقي وحبيبي محمد عناني الجميع اجتهد ورفع لهم القبعة احتراما وتقديرا لا تسمع لهم تحية النص وما أدراك من النص والإخراج وما هي فكرة وحكاية قدمت اجتهدنا فيها والحمد لله. شكرا للملاحظات الرائعة التي أثريتم بها العمل وأتمنى التوفيق لنادي الطيبة المسرحي ولكم وللجميع. شكرا للجميع. إذا نشكر الأستاذ فهد الأسمر والأستاذ أحمد السروي ونشكر جميع من تداخل هنا ونلتقي بكم مجددا بإذن الله غدا الساعة 9 مساء مع مسرحية جنون بشر.